لأن طيب أنا يعني عايز أوجه هذا السؤال لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تمام، وفضيلة الدكتور مفتي الديار المصرية. أنا نفسي أسمع منهم إجابة. أنت تسأل السؤال بس وتطرحه. الإرهابي اللي حصل معاه حوار في قناة الحياة مع الأستاذ عماد أديب، قال على حديث، أشار إلى حديث وضع على موجود على لسان الرسول، إنه هو رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. أنا بتوجه لهم بالسؤال، يعني عشان أنا عايز أعرف، أنا مسلم كويس، عايز يطمئن قلبي، تمام، فبلجأ لهم. هم المرجعيات بتاعتنا. سليم، هل يتسق هذا الكلام، هذه الجملة، هل تتسق مع كل أوصاف الرحمة، أعظم أوصاف وصف بها إنسان ما أرسل في التاريخ؟ رحمة للعالمين، هي الأوصاف التي أسبغها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على أخلاق الرسول. كويس؟ فهل يتسق؟ عايزهم كده يحطوا لي كل هذه، يعني شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، كل دي أوصاف، ورحمة للعالمين، كل دي أوصاف للرسول الكريم في القرآن الكريم. هل تتسق هذه الأوصاف مع مقولة جعل رزقي تحت ظل